داخل السوق ركيزة أساسية للحياة السودانية، فيه راحة نفسية، فيه قوة شرائية، فيه التعامل مع الناس، فيه ذوق عالي على مستوى التعامل. السوق يعني في فكرته يتطور نفسه من عهد الميري، قدر يتطور من حتات يتبنى الثاني معينة بطريقة معينة وشكل السعديش. السعديش السوق غير جميل جدا، فيه أزقة كثيرة، الشارع الأول الشارع الثاني لحد الشارع الرابع. الوصف فيه سهل، بتلقى فيه ارتكازات كبيرة لناس موجودين حوله، بيجوا ناس بحري، سلم على ناس بحري كلهم، بحر الصبابي، مشي شمبات، الحلفاية، بيجي الأملاك المختربين، أمشي لازاد محمود عبد العزيز شمس المزاد تحلي. إحنا في السودان في بلادنا بنبحث عن التاجر الإنسان بيقدر يقيم حوجة المواطن نفسها ويتعامل بدون طمع وبدون جشع وبدون فساد، عنده القدرة يتماشى مع السوق والأسعار بأقل المهادنة للناس. غير ذلك عندنا الزبون ذاته، الزبون الماجل ده اللي عنده قدرة يدفع قروشه وبظرافه وبكل طيبة خاطر وكأنه الحاجة البيعية أو السلاسة في البيع بتتم بذات الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. مجوهرات الرميزان بحري سعد قشرة. طيب نحن نتحدث عن الذهب وجمالياته وكمالياته بالنسبة للمرأة. الذهب طبعا حاجة ساحرة كده للعيون، أو هو أكتر شيء بتحبه المرأة جدا وبتتميز بها وبتختلي بها وبمثل زيه وزي التوب السوداني. لكن طبعا الذهب عنده قيمة، القيمة مثلا انت عاوز تحفظ قروشك بتقوم تجيب ذهب، لانه مع تقلبات الاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد فبتجد انه الذهب هو اللي بيكون حافظ لك على قيمتك او مواكب لك السوق. فعندنا المرأة دائما بتجيك بتقول لك يا اخ والله انا عاوز احفظ قروش، عاوز ذهب كسير. في ناس بيقول لك والله لا نحن عاوزين جديد. فنحن بنعامل الناس يعني اي زبون بيجي داخل علينا في المحل بيدعامله، هو إذا عاوز جرام بيدعامله معاملة العاوز 1000 جرام، بيدعامله معاملة العاوز 500 جرام، يعني ما بتختلف بين الناس. في نهاية بتوجه بسمة للمجتمع لأنك أنت بتبيع وسط يعني زي ما يقولوا لطائف الحياة وهن النساء. طبعا الشغل هو كيف بيكون، مثلا القوايش في ناس بيقول لك يا أخي إحنا والله عايزين قوايش صب. الصب دي بتكون مليانة دائما بتتراوح من 15 جرام 12 جرام 10 جرام كده، فبتتفاوت في 20 في 25 في 30، الأوزان بتختلف. فبعد ذلك بتجي مثلا في ناس عاوزين قوايش ليشيل لعريس، مثلا العريس مثلا وضعه ميسور أو ما ميسور، مثلا وسط. لو قلنا وسطي قد يكون عاوزين له حاجة حدد 60 50 جرام مثلا، قوايش تكون 6، بتقوم بتجيب انت قوايش أوزان 7 8 جرام بتكون متوفرة عندك في المحل على أساس انها تكون الشكل الرئيسي. بعد ذلك بتجيب الطقم، مثلا طقم شكله كبير وزنه خفيف. دائما طبعا احنا اكثر حاجه قاعدين نواجهها من زبائننا او من الناس اللي بدي تتعامل اكثر بيقول لك يا اخي والله انا دري حاجه يكون شكله كده كبير وزنه خفيف. دي كيف؟ دي مثلا حاجه انا مصنع كانت 100 جرام بمشي بعمل منها اوردر، الاوردر مثلا بجيبه 30 جرام 30 جرام على سنه ترضي كل الناس او شكلها مثلا يكون مختلف، او مثلا خاتم لهم عروس بدل ما انا اشيل خاتم يكون وزنه 10 جرام يكون شكله صغير يمكن اشيل 4 جرام يكون هو وزنه كبير. فالحي اللي كان بيسهل على الشباب اكثر من حيث طبعا انا صراحه يعني لما الزول يجي يقول لي والله دري خاتم هديه لامي هديه لاختي، يعني صراحه دي انا بحبه شديد، يعني ناس ما بيوصفوا بالساهل. وبالذات الرجال بيجي بيقول لك يا اخي والله انا دري ذهب شاله بالنسبه لعيد زواجنا او شال المرأة بمناسبة عيد ميلاد، لكن والله ما دايرة تعرف اختاري حاجة من زوجك. فصراحة والله بختار اجمل ما في المحل. طيب نحن كشركة رميزان استيراد التصدير او مجوهرات الرميزان في السودان، فبنجيب دائما حاجات بتختلف عن الحاجات اللي بتجي في السوق. فدائما بنركز على انه في لازم تكون في حاجات ناعمة، لازم تكون في حاجات شغل ايطالي مثلا، حاجة راقية دقة نادرة. بنجيب مثلا من ذهب الكويت، الذهب طبعا التصنيع دائما بيكون هو عالمي، يعني ما عندنا تصنيع هنا وتصنيع محلي، هلا الشغل المحلي والشغل الوطني. فالشغل العالمي طبعا هو حتى اذا الزبون ذاته مثلا اخذ منك شغل عالمي وهو مثلا اضطر الظروف انه يسافر لاي سبب من الاسباب، رحله بتاعت علاج،
مثلا مشى يتعالج مشى لأي ظرف من الظروف فبيشتروا منه طوارئ لأنه هو مقيم عالميا وحاجة معروفة وحاجة يعني مختوم زي ما يقول عندنا اثنين. فنحن نشكر زبائننا الكرام ومشاهدينا الأعزاء على حسن الإطلالة ونتمناكم يعني دائما تزورون إن شاء الله تجدوا ما يسعدكم أو ما يرضيكم. فالتخفيضات طبعا أسعار خاصة بالنسبة للزبائن تزورونا وتجد إن شاء الله ما يسعدكم بإذن الله. شاكرين ومقدرين لكم وجزاكم الله خير. شكلت الحركة السودانية للسوق حركة بتاعت مزابنة. في ناس ظلوا زبائن لعشرة أو عشرين سنة وهي ده نوع من أنواع التعامل. في ناس بيجوا من الحتات المختلفة من أنحاء القرى والحلال من امتداد خارج العاصمة يعني. بيجوا من كل المناطق وبيجوا يتعاملوا مع زبائن عندهم هنا بعشرات السنين. في شكل برضو سوق للبيع السوداني للنساء والرجال اللي هم بينقلوا حاجاتهم لقراهم يعني. وبيتعامل معهم زبائن ناس تانين بيشيلوا بضاعة بكمية وبرحلوا من حتة لحتة ودي نوع من أنواع التعامل والذوق والشراء. راحة نفسية تكلمت عنها أيضا الأسواق. كنت بقول لك والله لما أمشي السوق برتاح لو اشتريت حاجة صغيرة بجرالي إن شاء الله فرشة ولا شاي القلم ولا باندا ولا أي حاجة. على امتداد الباعة المتجولين ذاتهم على امتداد السوق دي برضو في سوق مسقر. ساعد قيش رأكد إنه سوق مسقر في البيع المتجولين برضو عندهم حاجات صغار. ياريت لو الناس دايما بيلقوهم في الاسطوبات والمواد بتلقى حاجات كبار شايلين من دي اللي بيمسحوا بها الفي دمعة. ياريت لو الناس تشتري منهم. التعامل هو بس المنطقة الموجود فيها سعد بشرة شكلت إنسانية التعامل زوجه طريقة البعة مع الناس يعني في تعامله ممكن الناس تدين وتتبايع وتشتري ما هو جمهور هو خدمة جمهورية للناس فيه الثقة فيه الإخلاص الزول بيثق في الناس يعني برضو فيه علاقات إنسانية امتدت للسنين بالثقة والإخلاص والمحبة ولك والله إذا زبوني له سنين كثيرة جدا أنا بعرفه أو بقدر أتعامل معه وبثق فيه ممكن لو انقطعت في السوق يعني يديني من قروش أمشي بها ولا أسافر بها ولا أترحل بها. الإنسانية والطيبة واحدة من معالم الناس السودانيين جواهم كده الخير موجود. بتلقى الزبون بتلقى الزول ذاته التاجر في السوق عنده قدرة ما هو في الآخر إنسان عنده قدرة يتعامل مع أخوه الزبون ده أو الأخت الزبونة ويتعامل معهم بكامل المحبة والإخلاص ودي حاجة يعني شكلت هوية للسودانيين الذوق في التعامل. امتداد الدهامة بترحم على نبيل القمر 14 واتمنى له الرحمة والمغفرة في أوسع الجنان. حين الناس كانوا موجودين على امتداد جمال السوق في التعامل والأخلاق والقوة وارتحل إلى دار البقاء يعني ربنا يرحمه ويتقبل. إذا التاجر الصادق الزبون الجيد التعامل الظريف السوق الدم خفيف اللي بتلقى فيه كل احتياجاتنا الإنسانية اللي احنا بنحتاجها ونتعامل بها ونجي ليها يعني. على امتداد السوق لو مشيت بتفرق على نفسك تلقى الابتسامة واسعة على مدخله تلقى الناس مرحبة بتلقى المهادنة في السعر والمزابنة والطيبة ودي أخلاقنا السودانية عندنا نقدر نتعايش مع بعض بأبسط البسيط ونشتري من الفي والمافي والحوجة ما بتضيمنا في شيء احنا أهل الكرم وأهل الجود على امتداد الأسواق على امتداد المحبة الليلة كنا موجودين في بلادنا امتداد لمشاركة فعالة للذهاب معنا في ذات الحلقة أنا بشكر يعني وبحيي ناس بحري كلهم بديهم ربنا الصحة والعافية بحري سير الهو سير الجمال فيها المبدعين وفيها الفنانين فيها سعد قشرة وآخر قشرة وآخر ضيافة آخر ظرافة إذن بتوب زاهي وبونسة أكثر من حلوة كنا قاشرين الليلة على سعد قشرة إذا تظن كلمة قشرة غير قشرة البنة اللي عند اليمان ما وردتها ابنته هو كمان ذاته قشرة زي اللي يقول لك الليلة قاشرة ماشي وين من ذات السوق اشتريت حاجاته على القشرة وعلى الجمال ده أبقى مارك وأبقى ماشي أكثر من شاكرة إن شاء الله دائما زاهين وفرحانين وأسعار ظريفة وأسواق شغالة وعلى العيد إن شاء الله نتلاقى على الأسواق بأسعار حلوة وبيشوفها فرحانين بملابس العيد الظريفة وسعيرها خفيف شاكرة ودعناكم الله شكرا يا بحر.